ورجعنا بعد الاستراحة ودلوقتي هنبدأ في الاكسترا تايم. تعالوا بقى نشوف هنعمل فيه ايه. عندنا سلطة لطيفة جدا، خلينا نستخدم بقى السلطة اللي فيها البقوليات بما اننا يعني ايه نغير شوية في انواع السلطات التقليدية. هنعمل سلطة فاصوليا بيضة، هعملها بفاصوليا مليان، هو طبعا كل منتجاته خاصة بالبقوليات وكمان الزيت النباتي وخل مليان. خليني ابدأ اقول عندي فاصوليا بيضة مسلوقة وعندي بصل احمر متقطع جوليان او جوانح، فلفل اخضر رومي وفلفل الوان مشكل، ثوم مفروم، بقدونس مفروم، عصير ليمون وزيت زيتون وملح وفلفل وطبعا خس لو حضراتكم حابين تحطوه معاها او تجملوا بيه زي ما تحبوا. انا هنا هخلط اول حاجه، هحط كده من الثوم، نعمل دريسنج وبعدين نقلب كل الخليط الحلو ده. طيب خليني كده اخد معلقه، بسم الله، هاخد معلقه صغيره من كده الثوم، صغنونه حبه نونو كده هنا، وهاخد رشة الملح والفلفل، بسم الله الرحمن الرحيم، كده رشة فلفل و هبدأ بقى اخد هنا زيت الزيتون وعصير الليمون. ادي زيت الزيتون وعصير الليمون، بسم الله، معلقة كده من عصير الليمون ومعلقة من زيت الزيتون، وتعالوا نجرب بقى السلطة الحلوة دي. على فكرة من الحاجات الحلوة قوي اللي هي يعني بقوليات دي مهمة، لأنه في ناس كتير قوي ما بتاكلش لحوم وفراخ، احنا قلنا ناس نباتيين فيجيتيريان يعني يقدروا يتعاملوا مع البروتين النباتي بشكل كويس. طيب هنبدأ بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، بصل بحطه أول حاجة كده، وعندي الفاصوليا، فاصوليا مليان، وعندي الفلفل الالوان، وهضيف شويه من البقدونس، وخليني بقى انا مش هخلط هخلط بايدي كده عشان ما اهريش الفاصوليا كده، شايفين ازاي ريحتها روعه، يعني هي حاجة بسيطة وحاجات مكونات في كل بيت بس بتعمل لنا نوع سلطة رائع. عايزين تضيفوا معاها شوية من الفاصوليا الخضراء، يا سلام لو ضفتوا معاها شوية من الفاصوليا الخضراء، قوي قوي حضراتكم تستفيدوا. اسلقوا الفاصوليا الخضراء واستخدموها. هقلع بس الجلافز ده عشان اعرف امسك الطبق كده بشكل لطيف، حط هنا كده، وبعدين نبدأ ننزل الخليط بتاعنا ده، بسم الله، شايفين سلطة الفاصوليا، شايفين حلوة ازاي. نقدر بقى عايزة اقول لكم ناخد من الخس ده نمسك كده وناكل بالخس، اللي مش عايز يستخدم عيش مفيش اي مشكلة، حضراتكم تقدروا على فكرة بتعمل في الخس البلدي كمان، نقدر ناخد كده وناخد بالخس البلدي ونحط عليه سلطة وناكله، بس الناس اللي مش عايزة تاكل بعيش اصلا، فيعني نقدر نستفيد من القصة الجميلة دي. انا بس عايزة افتح كده للاوراق الخس عشان ايه تبان بس معانا كده بشكل حلو كده، القمر دي نوسع كده نشوف هنا في ايه. طبعا الخس من الحاجات المفيدة جدا برضو، في نسبة مية لا بأس بها. يلا بينا ونقدم بقى الطبق الحلو بتاعنا ده، يعني ايه بشكل رائع. خلينا بس